هل العلاقة الجنسية الرضائية بين الرجل والمرأة محرمة قانونا؟ جدلية قديمة لكنها شغلت المغاربة بسبب قصة مولاة الخمار. قصة سيدة سرب لها فيديو جنسي مع صديقها وتسبب في اعتقالها ومعاقبتها بينما شريكها حر طليق. المغاربة طالبوا بحذف الفيديو من الانترنت. وأصبح الفيديو معروف باسم صاحبة الخمار والضحية اسمها هناء ظهرت بالفيديو وهي تقوم بعلاقة رضائية قبل سنوات وانتشر الفيديو الآن كثيرا يظهر الفتاة ولا يظهر الشاب ويقال هو مهاجر مغربي في هولندا لما تمكنت الشرطة من تحديد هويتها وإيداعها السجن على ذمة التحقيق دافعت المنظمات الحقوقية عما رأته ظلما للفتاة التي تسكن في تطوان صديق هناء نشر الفيديو بغير موافقتها وسرعه انتشاره ادى الى كشف هويتها ايضا بسرعه ومحاكمتها. تحولت حياه هناء الى جحيم. هي امراه فقيره وام لطفلين. صدر بحقها حكم نافذ بالسجن وغرامه ماليه بموجب الماده 490 من قانون العقوبات المغربي. الماده تجرم العلاقات الجنسيه الرضائيه خارج الزواج. خرجت الفتاه قبل ثلاثه ايام من سجن تطوان وها هي والدتها كانت في استقبالها بدعم من منظمه خارجه عن القانون هذا اسم المنظمه والمنظمه طبعا هذه المنظمه ترى ان القانون المغربي غير عادل لان هناء هي ضحيه والمذنب الحقيقي هو شريكها الذي يفترض ملاحقته بتهمه الانتقام الاباحي وتقول المنظمه هناء ادخلت السجن بدل الدفاع عنها كضحيه ما الذي يدور في اذهان اولئك الذين من المفترض ان يقيموا العداله عندما يختارون بدلا من حمايه هناء مقاضاتها والحكم عليها بمقتضيات الفصل 490؟ الاف المغاربه تضامنوا مع هناء وايدوا محاكمه شريكها بتهمه استغلالها جنسيا بل وانتهاك خصوصيتها انضم طبعا الى هؤلاء مثقفون مؤثرون ايضا انضموا الى الحمله مطالبين حمله مطالبين بالغاء الماده 490 الهدف من حملة ستوب 490 التي أطلقتها حركة خارجة على القانون ائتلاف 490 بالمغرب هو المطالبة بشكل واضح بإسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي والذي يعاقب بالسجن النافذ والغرامة كل علاقة جنسية بين أشخاص بالغين خارج إطار الزواج وكذلك كل ما يحيل عليه هذا الفصل من باقي فصول مجرمة للحرية الفردية داخل القانون المغربي الهدف كذلك هو حصد تضامن والمؤازرة مع قضية هناء التي كانت يعني إضافة إلى كونها ضحية إدانة مجتمعية هي وضحيه الشهير كانت كذلك ضحيه هذا الفصل ونتمنى يعني ان تنال التضامن والمؤازره الكافيه حتى يعني ينصفها القضاء ويعني يرد لها الاعتبار بين مؤيد لالغاء الماده ومعارض لها غرد المغاربه يق... تقول خولة الخمليشي تقول نطالب بإسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج منعا للحريات الفردية وهنا كان ضحية للتشهير وضحية لفصل 490 ستعاني جراء ذلك من الوصم والأذى النفسي هي وأطفالها يوسف غرواد يقول يوسف غرواد إيش من حرية فردية؟ هذا اسمه زنا سوف تتحول الدعارة إلى مهنة بالعلالي نوال تقول حملة تعبر عما سوف تؤول إليه الأوضاع بالمغرب وهو كثرة الفساد وتشويه سمعة المغرب أكثر، حيث يطلق على المغرب تايلاند أفريقيا، ومن يدعو لهذه الحملة هم ملاحدة وعلمانيون، دافعهم هنا هو تقليد الأعمى للغرب. تغريدة أتت من حسان بن يحيى يقول هذا فصل من القانون الجنائي يمكن يمكن الدولة من الدخول حتى لغرف النوم. والتحكم في طبيعه العلاقات الجنسيه بين الراشدين. ضحايا هذا القانون في الاغلب هم الضعفاء والفقراء ومن هم على هامش الثروه والسلطه. بركه من السكيزوفرينيا والنفاق اي الفصام. ملايين المغاربه يمارسون الجنس خارج اطار الزواج وشيء معروف. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناه واعجابك بالقصه ومشاركتها وتعليقك عليها